لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. يمين هاي الله. يمين هاي هاي لحبيبي. لمين هاي؟ لمين هاي؟ تيتي؟ لا 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 أنا أسفة أسفة أسفة. لحظة لحظة يا مامي. لحظة 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 لحظة. أهلا مجد. كيفك فؤاد؟ الليلة بدنا نجتمع. الليلة ماني قادر، خليها اليوم تاني. معقولة فؤاد؟ معقولة عم ترفض عزيمتي؟ لا هيدا مش رفض، عندي التزامات. قلت لي التزامات، معناتها بدنا نجتمع قريبا، ما في تهرب. ولو معقولة أنا أتهرب منك؟ منقول الخميس؟ أوكي الخميس ماشي. سلام. سلام. ما بعرف كيف عرف ماجد اني كنت عندك وحكاني بطريقة غريبة. خفت كتير، بس في شي واحد ريحني، كأنه ما بيعرف شي إلا اني رحت لعندك. سلامات سيدنا، كيفكن؟ شو الأخبار؟ ايه الحمد لله الحمد لله. اهم شيء صحة جنابكم. ايه سيدنا، الموضوع الحقيقة هو صغير كتير، يعني فيك تقول تسلاي بوقت فراغكم. شركة الراغب يعني تدقيق حسابات هزة صغيرة، اذا في مجال من بعد امركم فركة اذن. حبيب القلب، حبيبي. لا يا سيدنا لا، معقول ننساكن نحن؟ ولو على راسي، على راسي سيدي. اهلا اهلا اهلا. سلام سلام. أنا بدي أقول لك شيء مهم. خير؟ الدكتور مروان قال لي إنه وضع ربا ما بيطمن، خطير كتير. هو قال لك؟ إيه، قال لي لازم أوقف جنبك. ليش ربا؟ يعني ليش ربا بالذات؟ حكيم، انت لازم تكون قوي، اذا مو مشان ربا مشان ابنك. عم بفكر انه ننزل على المرسى، انا ما تشوفني ربا مكركب. شو؟ ماشي ماشي. عزمك على العشاء؟ عزمك على العشاء وجزارني هون بالمكتب. ايه كفي، ما في شي شغلة خاصة. اذا بتريحك ما تخبريني. لا رح خبرك. جميلة، شو بها؟ بتعرف قديش بتحبني، اجت زارتني بالبيت. هو الحقيقة أنا طلبت منها تيجي تزورني، بدي إياها قريبة، بدي أعرف كل تفاصيله لماجد. وافقت؟ أكيد وافقت، بس مو هون الموضوع. لكن وين؟ الحقير عرف إنه أجت زارتني، والمسكينة لما فاجأها وقع قلبها بين إجريها. وتنكر إنها زارتك؟ بالعكس، اعترفت بكل شيء، طلعت ذكية. اعترفت فوراً؟ وقالت له إنه أعطيتها مصاري.
بس هيك انقطع الخيط الوحيد اللي فيكي تخترقي فيه ماجد. ابدا، برافو علي اللي قاتله كل شيء. بعدين هو كتير ضغط علي، كان اسلوبه كتير بشع، وهي صار لها عمر بتخدمه. هيدا ما عنده قيمه لحدا، ولاده ما بيعرفهم، مستعد يكبهم بالزباله اذا هيك بدها مصلحته. عم تذكرني؟ ليك إيمان، ماجد رغم سطوته بالبلد، رغم نفوذه وماله ورشاوي وعلاقاته، ماني خايف منه، ما رح اسمح له يأذيكم. بس مش هون الموضوع. رؤى. بالضبط، رؤى. وهي قهوة ومثل ما بتحبها. شو بنا حكي؟ هيك بدك تضل؟ شوية تفاؤل يا أخي. لوبا، هي الهواء اللي بتنفسه. أنا قلبي ما بدق إذا ما شفتك اليوم الصبح. يا سلامة، أنا كتير بحبها. والله العظيم بعرف إنك بتحبها، وكلياتنا بنحبها. شو اسمك جوزة؟ اه شو اسمك الشريك عمره؟ يهددني برؤى؟ بعرف يا ايمن. هدي شوي. شكرا حبيبي. تسلم. مضطرة اهدى. انت بتعرفي كثير منيح قد ايه بحبها لروح. بعرف. يعني اذا لا سمح الله بده يخيروني بينه وبين الشركه، اكيد رح اتخلى عن الشركه من دون ما ينرفع لي جفن. تتخلى عن الشركه؟ من دون تردد. هيدا ماجد واحد وسخ، وانت كتير بتعرفي منيح. أنا اللي بعرفه. لهيك التعويل على اسكيتو عبر الرشوة بيبقى أمر مؤقت. بس أنا عتلين هم رؤى، ما بعرف كيف رح تتطور حالتها إذا عرفت. ما عم بعرف فكر. حاسة حالي مخنوقة. فؤاد، إحنا ما قلنا غيرك. بتعرفي اوقات بيجي على بالي صراحه بالحقيقه. لا طمني، رح لاقي طريقه تسكته لبينما نلاقي حل. الا هداك اياك تفكر فيه. ايمان، انا لي سنين مسلمك الشركه، ولا مره طلبت منك طلب. كثير مقدرك، بس بموضوع رؤى اتركيني اتصرف. رؤى هي يا فؤاد، رؤى ضو عيوني وعيوني كمان. لهيك تركيني ناور شوي، تركيني اتصرف، تركيلي مساحة، بس اقدر ابعد خطره عنا. هذا انسان بحب يعذب ضحايا. سادي غدار ما بيشبع. شو بده من رؤى؟ اكيد ما بتعني له عاطفيا ولا باي شكل. بتعني لي زاويتين. شو هن؟ زاوية الابتزاز، والزاوية الثانية أنا؟ ليه؟ طبعاً، لأن بعدك بباله ناقصه. في نوع من الناس بيرجعوا لضحاياهم حتى يستمتعوا بنوع المرارة اللي خلفوها فيهم. سامحيني إيمان، بس هو حابب يرجع يستعيد المتعة معك. فؤاد بيكون حفر قبره بإيده، مستحيل اسمح له يعذبني مرة تانية. ولا أنا. أنا عم بشرح لي كيف عم بفكر.
أنا خايفة يعمل له شي مشكلة. واتركي لي مو. ألو؟ مرحبا فؤاد. أهلا نزار. شو وينك؟ والله بعدني من المكتب. يعني عم قول نتغدى سوا، شو رأيك؟ لا مأخر شوي. طيب إجي لعندك؟ لا حبيبي لا ما في داعي. هلا إذا في شي ضروري قل لي. إيه عندي ولاء عم دقق بتفاصيله. إيه خلص بنحكي لك. إيه أكيد. سلام. يلا مع السلامة. أنا ناطرة هاليوم من زمان إنه أحكي معك. لا تصدق إني نسيتك، لا تصدق إني نسيت وشك. كانت صورتك محفورة بقلبي من لما كنت صغيرة. تخيل صوتك، ضحكاتك، وشك كيف صاروا؟ انتظرتك كثير، انتظرتك كثير. ما بعرف كان انا كمان غلطت. كان لازم شفتك هذاك اليوم ركوت لعندك وقول لك أنا رافضة. بابا أنا بحبك كثير كثير، بحبك. يمون عليك تخلصي لي اياهم اليوم قبل ما تطلعي، على شيء؟ على راسك، انت بتأمري امر مدام ايمان. يعطيك العافيه. صحيح انك كتار شوي، بس بدي اياهم اليوم يخلصوا. بدي اياكي تدققيهم منيح وتنسخي لي اياهم على الكمبيوتر، اوكي؟ ولا يهمك مدام، لا تاكلي هم، لو بدي ضل اخر الليل ما رح اطلع قبل ما اخلص لك اياهم. ايه هاد العشاء. اهلك كيفهم هنت؟ شبكي؟ ليه ما عم تردي؟ دخلك مو كان عندك أخ عم يدور على شغل؟ بلا مزبوط، بس أنا ما حبيت تقل عليكي مدام. لا لا أكيد أخوكي ظريف وشغيل وأمين مثلك. أنا رح حاكي فؤاد يدبر له شي شغلة مرتبة. شكراً مدام، أنت دائماً ما بتقصري معي. بدك شي تاني مني؟ لا سلامة قلبك. بالإذن. خير؟ أنا شاكة إنه هند هي الجاسوسة. في يطلب مني طلب؟ إيه شو؟ أوعى تحسسيها بشي. خلص اترك الموضوع علي، أنا بعجو. هلا أنت مانك ناوي تعقل؟ صار عمرك هالعمر؟ إيمان أنا عاقل، بس ضروري من وقت للتاني واحد يلبس قناع. قناع قناع، صار لك ألف سنة لابس لي هالقناع، أنت ناوي ترميه؟ بتعرفي لو حدا غيرك حكي هالكلام؟
ما قصدي. بعرف ماما، بعرف. ماما صغيرة. خلص اترك الموضوع لي. بس ليش ما استغربت انه تكون هي؟ كأنك مقتنع بالموضوع. إيمان، أنا ماني قاضي، أنا محقق هلا. ها؟ يمكن. تجوزها. قاضي؟ لكن ما في شيء بفك عقلة لسان المرأة إلا زوج، فإذا اضطريت رح أعملها. إن شاء الله ما بتضطر. أنت ليه عم تسكري لي الباب الحلو؟ احكيني جد فؤاد هلا. إيمان، أنا شخص رومانسي وبقدر الجمال، يمكن هي تكون آخر وردة عمري. وين المشكلة؟ وردة آخر العمر؟ بركي. فؤاد أنت دغري بتفوت بالموضوع على الآخر. أنت بتعرفيني أنا بقدر الجمال. هند قدامك من زمان، ليش ما لفتت نظرك لهلا؟ هلا صار في إثارة جاسوسية، صار في طعمة. تسلم لي يا جيمس بوند. أنت بدك شيء؟ شي مبكرة؟ لازم يروح رؤى لحالها. تعام رؤى بس تفضى. طيب بس اطلع برات الشركة بعطي لي مسج حتى أعرف إنك طلعتي. أوكي؟ في خرق أمني لازم نكتشفه. ماشي. باي. باي. ما كنت متخيلة إنه أول مرة رح أقول له بابا رح يكون تحت التراب. قلتك كان عم يسمعني؟ أكيد هلأ هو بمكان أحسن من المكان اللي نحن عايشين فيه. يمكن. شو بك؟ ولا شيء. شو بك واقف مبسمر بعد؟ لحظة. شو لحظة بعد؟ سلامتك عمي أبو أحمد، مشان الله قانونا عنه يا شباب. على عيني وجهك. أوه شبك واجد، شو صاير لك؟ آسف. شو آسف العمى؟ هيك علموكن؟ لك أنا وجدي يا راما، وجد. هون ما في جرة غاز، عرفي كيف تحكي مع العالم يا فنانة يا مثقفة. تعرف وجد. مرني دكتور. شو القصة؟ خيك شو بيعمل؟ لا أخي ما بيعمل شيء، الحقيقة ما له فاضي. دوبه يفيق الصبح بيقعد ساعتين بالحمام، بيطلع بيحضر فطوره الخاص، وبعد الفطور في كوكتيل، وبعد الكوكتيل في بروتين، كل هذا مشان العضلات. بعدين الحقيقة عنده مجموعة من المهام على وسائل التواصل الاجتماعي، بينجزها، بيكون صار وقت الجيم، بينزل على الجيم. بيخلص جيم وبيرجع على البيت، مشان يتغدى غداء خاص كمان.
بعد كل هذا التعب اكيد حقه يرتاح الزلمه وغير جو، فبينزل مع رفقاته بيتفتلوا وبيسهروا وبيروحوا وبيجوا، بيرجع على البيت بس كمان ما بيكون فاضي لانه بيقعد بيشكي وبينق عن ظروف الشباب السيئه بهالبلد. يعني هيك الترتيب. شو دارس؟ لا ما له دارس شيء، اخي بعد البكالوريا تفرغ لهوسه بالسيارات، مجنون سيارات، ما في حدا بيفهم بالسيارات قده، بس الله وكيلك ما بيفهم بشي تاني. كان معتمد على أبي تماماً، هلأ أبي ما عاد هون، صار معتمد علي أنا. يعني البيت كله معتمد على راتبك؟ نعم سيدي. دكتور الغاز جاهز، بتأمرني بشي تاني؟ عود عاوزك نقعد بالصالون. تفضل وجد. خلي علينا دكتور. قد وقدود والله، تفضل. الله يرزقك. وجد رح اقول لك كلمتين تسمعهم منيح. تفضل. تعتبرني واحد من العائلة. وأي شيء بتحتاجه بهالحياة أنا موجود. على راسي يا دكتور. دكتور في سؤال عصيان هون بحلقي، خرج أسألك يا. طبعا. عفوا منك دكتور، قد الدنيا والله فاتحة عليه وما شاء الله حليوة، ليش لهلأ ما تزوجت؟ على هالحال المعاش ما بيأديكم. ليه عم تضحكي؟ راتب شو اللي بده يكفي؟ بشرفك بتعرف لي شي حدا راتبه مكفي؟ إلا إذا بيشتغل شي شغلة ما بعرف شو هي. بلكي ملاقي له الشغلة لخيك. لا ما في داعي. بصراحة هو ما كثير بيبيض الوش. إلا إذا شي شغلة لها علاقة بالسيارات ممكن. كل شيء له حل. المهم يخف الحمل عنك. ليش؟ ليش هو؟ ليش مهتم انه يخف عني الحمل؟ لانك بتهميني. ليش بهمك؟ ما جاوبت. سؤالي محرج؟ ابدا. بتهميني لانك موظفه عندي بالشركه. بس لاني موظفه عندك؟ لا في اسباب تانية بس هلا ما بدي احكي عنها. لوين؟ عندي كثير شغل مكلفني فيه مدام إيمان، لازم خلصه قبل ما أطلع. جلستنا ما خلصت بعد. حاضر، أنا تحت أمرك. أخي مجد صف سادس وأختي تاسع، يعني ما في غيري شيء. لما مات أبي الله يرحمه فجأة حسيت حالي كبرت 10 سنين، 20 سنة. حاولت ضل عم بدرس وروح على الجامعة بس ما قدرت. تعرف دكتور أنا كل يوم قلبي بيحترق 1000 مرة لما أشوف رفقاتي نازلين على الجامعة وأنا عم بنزل على شغل وما بحبه ومثل الكلب. الشغل أكل كل وقتي، مصاريف وأجار بيت وكهرباء ومي وفواتير وما في شي بيرحم. معك حق، والله معك حق. لو ضليت بالجامعة كنت هلأ أقوى. وجد الشي اللي عم تعمله هلأ هو القوة، ولو كل شاب بيعمل مع أهله مثل ما أنت عم تعمل كانت الناس بألف خير. والشهادة التقى لها حل. كيف؟ ببوس ايدك تقلي كيف؟ ما عليك، تتدبر. قوم هلا روح على شغلك يلا. دفع لك ما
ماجد. أنا ما بلومك، بعرف إنك بحاجة وهذا الإنسان كل المين معه، بس بدي أدفع لك. أنت ما رح أزعل منك ولا رح أعاتبك ولا رح أفصلك عن شغلك، رح أعمل معك اتفاق، بس إن الإنسان عم بحاول يدمر لي حياتي بالوقت اللي أنا عمرت له بيته وحميت له عرضه. أنت بدك تأذيني شيء؟ أكيد لا. إيه ماجد شوفي. شو رأيك تاخذ لك قرشين نضاف ومحرزين وبدون تعب؟ حدا بيزعل رزقه بلا شقة وبلا تعب، بس من وين؟ في حدا بيعطي هيك؟ إيه في. ومين هالحدا؟ أنا. المطلوب. آها، قلت لي شو المطلوب؟ المطلوب انك تتنازل على العقد. اي عقد؟ عقد الموز فؤاد بيك. بس لسه بكير، بعد شو وقت؟ يلي رح يدفعوا مالك قدن. ما حبيت منك. هلا انا بدي مصلحتك، مصلحتك. واضح. لا بتشكي فيها يا فؤاد؟ ابدا ما عندي شك، عندي يقين. لا هيك بدك تزعلني منك. المهم ادي المبلغ. نص ورقة. نص مليون دولار دفعة واحدة؟ ايه شندي. وليه بدي وفع على نص مليون بوقت رح يجينا اضعاف المبلغ؟ ها اقبرني اللي خلقك، معناته انت موافق على المبدا. طبعا. عظيم، نرفعهم شوي يا سيدي. صاحبك اعطاني مبلغ اكبر. صاحبي ما غيره؟ ما غيره. ايه شو قلت له انت؟ بعجبك، قلت له الموضوع عندك، اتفق مع ماجد وانا موافق. هو شو حكى؟ الحديث اسرار ماجد بيك ولو كبير كبير. عم تدهشني بمبدئيتك سيدي. من هول للمساء انا بتصل فيك وبعطيك الزبده. يلا سلام. ماشي. لا يا ابن الحرام، لا مليون دولار. كان بيتنا مثل المضافة، كل يوم ضيوف وعزايم وسهر. المصاري اللي كنا نحطها على عزيمة واحدة كانت تطعمي 50 عيلة. أنا وكل واحد بإخواتي كان عندنا بدل السيارة تنتين. كنا شو ما طلبنا نلاقي. فجأة تغير كل شيء. فلس أبي ومات، وبعد المصائب نزلت فوق بعضها. خسرنا كل شيء، الشركة والبيوت والأراضي حتى السيارات. أمي مرضت وأخي ما بعرف شو صار له. أختي راحت تجوزت واحد ما بتطيقه بس مشان تهرب من وضعنا. شايف كل هدول المصايب، كل هالخسارات نزلوا فوق ظهري. أنا يلي انحطيت بالوش. وبهذا الوقت كل شي حوالي اختفى، حتى خطيبي اللي كنت حبه قد الدنيا كلها اختفى. أنا مرة فكرت أني انتحر. أنا يلي بحياتي ما عرفت شو يعني جوع، شو يعني قلة، شو يعني ضيقة. فجأة صاروا هدول عنوان حياتي. أنا بحب أنتقم من كل شيء، من كل شيء صار معي. تعرف السنة الماضية شو عملت؟ خبصت
صاحبت رجال بس مشان المصاري. لأنه أنا بحاجته، مو لأني مالي منيحة، لأنه أنا بدي أرجع مثل ما كنت. أنا ما عم بعرف أعيش إلا مثل ما كنت، مشان هيك قبلت أخذ مصاري من ماجد ومن غيره، بس لأنه أنا بحاجة المصاري، لأنه اكتشفت إنه ما في شيء بيسوى بلاها. بس مو لأني مالي منيحة، أنت عم تفهم علي؟ حبيبتي كملي أكل. ما عاد بدي. يا حياتي ما أكلت شيء. شبعت سامي. قولي شبعت حبيبي. شبعت حبيبي. بدي تقوليها من قلبك. سامي شو رأيك نوصل لأني نحكي فيها بعقل، نحكي فيها بمنطق مع بعض؟ أخذتي قرار. ما عاد بدك تتطلقي؟ شو رأيك نتناقش؟ إلا ما نوصل لحل. يعني ما عاد بدك تتطلقي؟ سامي ما حدا بيضل مع حدا غصبا عنه. لا بيضلوا. أنت شو بفهمك بهي الشغلات؟ ليكك أنت معي وما أحلانا. هذا الحكي ما رح يجيب نتيجة. حنين اسكتي. سامي أنت على قولتك في ألف بنت بتتمناك، يعني إلا ما تلاقي لك شي وحدة تكفي حياتك معه. عامل لك سكتي. سامي ما لنا مستقبل مع بعض. حنين خرسي. أصلاً ما ذبحنا غير هالسم الهاري يلي قاعد عم تاخده ليل نهار. ما حدا جاب اخرتنا غيره. انت خربتي بيتنا بايدك. كم مره بدي اقول لك اياها؟ ما فيني اعيش مع واحد مدمن مثلك. مع واحد مقضيها ابار ومخدرات وحشيش. لا لا بتقدري، وأنا بعرف حالي كتير منيح شو عم بعمل شو عم ساوي. لك أنت مالك شايف حالك؟ ما عم تعرف شو عم يصير فيك لما عم تتعاطى؟ أصلاً لولا هذا الشيء ما كنت تحملت زلك لهلأ. حنين أنت بتعرفي قديش أنا انزليت لحتى صرنا مع بعض؟ انت بتعرفي قديش صرت مسخرة قدام العالم واهلي ورفقاتي لما تركت البيت ورفعت علي دعوى طلاق؟ بتعرفي قديش مسحت فينا الاراضي لحتى وصلت لك؟ انا بحبك وبموت فيكي، وانت يا بنت الحرام بدك تتطلقي. ايه بدي اتطلق. بحياتك لا تحلمي اني اتخلى عنك. عم تفهمي؟ عم تفهمي؟
تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.